وتبديع الناس بهذا الشكل الموجود الآن للأسف باسم السلفية هذا باطل، وأخذ كلام أهل العلم حمله على غير محامله باطل. سئل بعض السلف عن من تكلم في معاوية يقال مبتدع، قال لا، وهو معاوية رضي الله عنه الذي هو ستر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تنقيصا من قدر معاوية. لكن مسألة التبديع مسألة عظيمة، الصحابة رضي الله عنهم حصل بينهم خلاف في بعض المسائل لم يبدع أحدا أحدا. فما دام الإنسان أصوله تجري على أصول أهل السنة والجماعة وموافق لها فما أخطأ فيه فهذا له تأويل. الإمام ابن عبد البر رحمه الله في كلامه عن أسماء الله وصفاته في الإجمال وكثير من التفاصيل موافق للسلف وإن تصل للسلف، لكن جاء بعض الصفات فأولها، بعض الصفات أولها. والإمام وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره يعتبرونه من أئمة السنة ويستشهدون به، ولم يخرجوه من السنة ولم يقولوا أنه مبتدع كما يحال كثير من الناس. لماذا؟ لأنه جرى على أصول أهل السنة ووافق أهل السنة، لكن في بعض المسائل خفيت عليه فأخطأ في تأويلها رحمه الله، ومن هنا لم يخرج من السنة ولم يقل أنه من أهل السنة. إذا جئت إلى التأصيل في مذهب أهل السنة والجماعة فهو موافق، وإذا جئت لصفات الله من استواء الله وعلوه وإثبات صفاته سبحانه وتعالى ورؤية المؤمنين ربهم من القيامة إلى آخره على طريقة السنة والجماعة، لكن لما جاء إلى صفة الضحك أولها وبعض الصفات فهل نقول إنه مبتدع ضال؟ لا، ولم يقل أحد من العلم، بل يقول الإمام من أئمة السنة لأنه موافق لأهل السنة والجماعة. لكن هنا نحتمله نقول تأول رحمه الله فاخطأ، وإلا لو سرنا على هذه الطريقة التي يبدع فيها الناس لم يبقى أحد إلا كان مبتدعا، حتى هو لو ينظر في نفسه هذا المبدع لوجد أنه هو المبتدع. والأدهى من ذلك والأمر يا إخوان أننا ننشئ أشياء ونقول هذا طريقة السلف وليس عليها دليل لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. متى تكون طريقة السلف؟ طريقة السلف ليست بقول عالم واحد، طريقة السلف يدل عليها الكتاب والسنة وما تتابع عليه السلف، لكن العالم الواحد نحترم قوله ونأخذه ونعرضه على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن لا نقول هذا هو منهج السلف. لكن لو حكى لنا أن هذا منهج السلف، لو قال بالراهوية أدركت أئمة العلم على هذا نقول هذا مذهب السلف. لكن لو جاءنا رأي لإسحاق بن راهوية ولم نجد له من كلام السلف ما يؤيده وليس في الكتاب ولا في السنة ما يؤيده، هل نقول هذا هو مذهب السلف ومن خالفه خرج من السنة إلى البدعة؟ هذا نصب شارع مع الله عز وجل، والقائل بهذا يخشى عليه أن يكون من أهل البدع. والأطم من ذلك والأشد أن يكون الإنسان هو الذي يفسر كلام السلف كيف ما شاء، وأحيانا يأتي بأشياء يقول هي منهج السلف ولو طلبت عليه طالبته بشاهد من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو بقول واحد من علماء الأمة لم تجد له أحدا، وهذه حقيقة واقعة. ولهذا بدع كثير من الناس وعطلت الدعوة في سبيل الله، حتى في بلاد الكفار فيه مسلمون يحبون الله ورسوله يحبون منهج السلف الصالح، ثم لجهل منه أو أحيانا هو على الحق والمنتقد على الباطل ثم يقال فلان احذروه صاحب بدعة صاحب كذا. الفقه في دين الله ليس هكذا، الفقه في دين الله ليس هكذا. الناس مراتب والبلدان يجب رعاية أحوالها، والسلامة التامة لا توجد لا في المنتقد ولا في المنقود، ولكن سددوا وقاربوا ما دام أن الإنسان يجري على أصوله السنة
ويتبع الكتاب والسنة فأخطاؤه تحتمل وينصح له في هذه الأخطاء ويعلم الحق. أما أن يبدع الناس هكذا جزافا فهذا ليس بمعهود عند سلف هذه الأمة مطلقا، ومن قال إن هذا هو معهود فليثبت ذلك. وهذا أمر يجب الاهتمام به، لأن كثيرا من الأقدام زلقت فيه وتفرق الناس أهل السنة والجماعة، تجد في البلد الواحد إخوة فيهم خير وفضل وعلى التوحيد والسنة في الاعتقاد وفي الأعمال، ولكن بينهم من الخلاف ما بينهم، وهذا يبدع هذا وهذا يبدع هذا، وهذا لا تحضر لهذا وهذا لا تجلس لهذا، بغير برهان، ويقال هذا هو طريقة السلف. هذا لم يعهد عن السلف بهذا الشكل، لو عهد عن السلف لكان هذا الأمر مما تواترت به الأنباء والأخبار. هل الناس مراتب والقرون مراتب، وكل ما تأخر الزمان كثر الشر وعظم، ومن علماء الأمة وأئمتها من حمل عن أهل البدع وما ضره ذلك شيئا، ولكنه لزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها وأنكر على من خالفها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.